صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أصح أو أفضل الكتب الصحيحة التي تنصحون بها في الأذكار؟ أقرب الكتب وأصح هذه الجملة كتاب الأذكار للإمام النووي، وكذلك كتاب ابن القيم الوابل الطيب من الكلم الطيب. نعم، كذلك فيها رسالة يعني جيدة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الأدعية والأذكار، تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار، وهي مطبوعة توزع. نعم.